السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بهاي السيريز اللي هي خاصة بالفري سوفت وير فاونديشن. طبعا هاي السيريز هي أول فيديو بسيريز خاصة كيف إنك تعمل فاير وول بالفري سوفت وير أو الفريدوم سوفت وير. طبعا الفريدوم سوفت وير هي حركة نشأت في بداية الثمانينات، بنهاية السبعينات كانوا المطورين والمبرمجين يتناقلوا ويتبادلوا ويعني يتشاركوا اللي هو السورس كود. السورس كود يعني هو الأوامر اللي انت بتعطيها للنظام علشان ينفذها، فهذا هو البرنامج، هذا هو السورس كود. الآن انت لما تروح تشتري برنامج بعطوك اللي الشيء احنا بنسميه الباينري، يعني الصيغة النهائية اللي بعمل على أساسها البرنامج. يعني عن طريق هاي البيانات بيكون العملية. لأن فري سوفت وير مش الموضوع موضوع إنه فري مجانا، الموضوع إنه موضوع فريدوم، موضوع حرية. فأنت لما تستخدم فريدوم سوفت وير فهم بيحافظوا على إنك أنت تكون أول شيء آمن حر في تبادل المعلومات، فانت لك حرية انك تشغل البرنامج، مش انه بس انت مسموح لك فترة معينة تشغل البرنامج. كوبي تنسخ البرنامج، تعطيه لاصحابك، لاقاربك، لاصدقائك الى اخره، انك تعيد تصميم البرنامج. يعني مثلا انا بدي مثلا خصائص معينة بالبرنامج، فانا بقدر اعيد تركيب البرنامج. واهم شيء انك تعمل ستدي للبرنامج، تدرسه، تعرف كيف صمموه، تعمل برامج مبنية على هاي البرامج بحيث انه ما يوقف العلم عند حد معين. الان طبعا كل هاي المعلومات تقدر تدخل عليها gnu.org. طبعا فري في عالم الفريدوم، كل شيء لازم تنساه في موضوع يعني العالم الاحتكاري او عالم الشركات الاحتكارية. فانت ما في يعني انت خاصة لما تجلس مع ناس من الاي تي، من عالم الاي تي، لما تجلس مع ناس من عالم مثلا خلينا نقول سيستم ادمنستريتورز، يعني هذول اللي بيشتغلوا بشكل مباشر مع الأنظمة، فهم بقعد يحكوا لك. يعني لما تقعد تحكي لهم فري بحكوا لك كيف يعني فري مجانا؟ لا مش مجانا، يعني معناته فيش سيريال نمبر. لما تيجي انت تشتري برنامج بعطوك معاه سيريال نمبر، بعطوك معاه مدى، مثلا انت بتشتري او مثلا بعطيك سيريال نمبر بسمح لك تستخدم البرنامج لمدة سنة. فانت فعليا ما بتشتري البرنامج، انت بتشتري خلينا نقول بنقدر نحكي انه السماح لك انه تستخدم برنامج، بس هذا اللي انت بتشتريه. ولا انت لو نسخت السي دي او الدي في دي اللي عليه البرنامج او عليه نظام التشغيل، فهو نفس المعلومات الموجودة هون موجودة هون، لكن انت بتشتري انهم يسمحوا لك تستخدم البرنامج. طبعا فيش انتي فيروس، ليش؟ لانه اذا في فيروس معناته النظام فاشل. انا بدي نظام بدون يعني انت ما في شيء اسمه انتي فيروس، لانه الانتي فيروس هو عباره عن ثغره بالنظام. لما يكون عندك ثغره بالنظام بدك تقوم بسد هاي الثغره ببرنامج. الانتي فيروس هو برنامج والفيروس هو برنامج، لكن الشركات الاحتكاريه قال يعني حكت انه هذا فيروس او هذا انتي فيروس. ليش؟ عشان ما تحكي لك انه في ثغره، يعني معناته النظام فاشل، يعني عشان ما تحكي لك انه النظام فاشل فما هقول لك انه هذا فيروس وهذا انتي فيروس. بعدين ما في ابديت كونتراكت انه مثلا اذا ظهرت ثغره معينه انه يعني انت بالوضع الطبيعي شو بتروح تشتري نظام جديد، او مثلا بيكون عندك سبورت كونتراكت مع الشركه فبيسدوا الثغرات الموجوده عندك بهذا البرنامج. طبعا بتقدر تتعلم قد ما بدك من موضوع الفري سوفت وير وموضوع الاوبن سورس، يعني الاوبن كود. تقدر طبعا تكون مستخدم بسيط،
بس تنزل نظام معين. طبعا أنظمة الجنو لينكس أو اللي إحنا بنعرفها باللينكس هي أنظمة كثير متعددة وكثير متغيرة، بحيث إنه أنت في عندك مثلا ديبيان بيس سيستم، آر بي إم مبنية على آر بي إم أركيتكتشر، مبنية على الباكمان إلى آخره. في عندك مثلا آرشي لينكس، ديبيان، أوبنتو، مينت، هذول كلهم ديبيان. في عندك ريد هات مثل فودورا، سنتوس، ريد هات اللي هي يعني اقوى او اللي هي الرئيسية بالار بي ام. في عندنا كمان ايش كمان، يعني في عندك خيارات كثيرة. فانت اذا انك مستخدم بسيط تقدر تختار يعني اكثر شيء سهل عليك تستخدمه، ما في داعي يعني كل شيء بتقدر تتعلمه عن هذا النظام خلال يوم او يومين وبتصير عادي مستخدم عادي. طبعا Free Software Foundation فعليا هي حركة ظهرت علشان تحمي حرية المستخدمين في العالم كله، فما في اي كود مثلا يكون مخفي عن المستخدمين او مش خلينا نحكي يعني بتجسس على المستخدمين. ليش؟ لانه اذا ما كانش الكود مبين عندك معناته في شيء غلط بهذا الكود، عشان هيك هم مخفينه. يعني مش الموضوع موضوع هاي. هلا Free Software Foundation هي انشئت عن طريق ريتشارد سولمان ب4 اكتوبر 1985 علشان يعني يدعم Free Software Movement. في ليش احنا بهمنا Free Software؟ طبعا ريتشارد سولمان او البروفيسور ريتشارد سولمان فعلا هو يعني كان عاش الفري سوفت وير موفمنت، واللي هو لانه هو اللي انشا عاشها بكل تفاصيلها من بدايتها لنهايتها، لانه هو بينما كانت الشركات يعني الاحتكاريه بتجني مليارات من الارباح، فهو اخذ على نفسه انه يعني يصعد هذا الجبل الجبل او يصعد للقمة ويشوف ايش بده يصير في المستقبل في عالم الاي تي. فاكتشف انه راح يعني اتجه عالم الاي تي كله نحو ديزاستر، نحو كارثة، وهي الكارثة راح تدمر يعني الافكار اللي احنا بنربي ابنائنا عليها، بحيث انه انت يعني بالجامعة بيعلموك كيف تحمي الكود تبعك، كيف تعمل سكيور للكود تبعك، كيف تتعلم على الشركات الاحتكارية مثلا مثلا زي سيسكو، زي أبل، زي مايكروسوفت، مثلا مين كمان، يعني في كثير عدد كبير من الشركات. فأنت لازم تحمي، بورجوك كيف لازم تحمي الكود، لازم تعمل تخفي السورس كود تبعك، كيف انك ما تشاركش. بعدين هم بحكوا لك انه الهاكرز هم مش مناح، لا، هي الهاكرز هم احسن ناس. ليش؟ لانه هم بيعملوا هاكينج، يعني بغيروا معالم البرنامج عشان يخلوه اكثر سهولة، اكثر مرونة، اكثر امن، اكثر كذا. هذا هم اللي بيعملوا الهاكرز. لكن الكراكرز هم اللي بيخترقوا الأجهزة وبيدمروها وبيعملوا فيها. لكن علشان يعني يغيروا فكرتك انه ممنوع تعمل الشير هاي، فصار الهاكينج هو عبارة عن جريمة، وانه لازم نوقف كلياتنا ضد هذا الموضوع، ولازم يعني تحمي حالك من الهاكرز والهاي الأشياء. يعني هو نوع من الريفيرس، يعني ثورة مضادة. جنو بروجيكت، طبعا جنو بروجيكت اللي هو كل شيء بناه ريتشارد ستولمان. طبعا احنا ما بنعرف كثير عن جنو بروجكت. ليش؟ لانه كلياتنا بنعرف لينكس، لينكس سيستم. طبعا بنعرف لينكس سيستم ليش؟ لانه الشركات الكبيره حاولت بكل جهدها تعمل اكثر من جوله مع الفري سوفت وير موفمنت والجنو بروجكت، بحيث انه اول جولة كانت عن طريق انه شوهوا صورة الهاكرز، انه الهاكر مش منيح، ممنوع، انه هاي كوبي رايت، انه الموضوع حقوق النشر، حقوق الطبع، حقوق الكذا، فانت ما بتقدر تعمل مشاركة بالكودات اللي انت بتكتبها مع الناس الثانيين. هاي
هاي اول شيء. ثاني شيء بدأوا بالكلام عن اللينوكس، لينوكس اوبريتنج سيستم، لينوكس لينوكس لينوكس. مع كل الاحترام للسيد لينوس تورفالدز، بس هو اصلا لينوكس هو عبارة عن نواة، هو برنامج واحد من 1500 برنامج او 2000 برنامج موجود بالجنو بروجكت. فهو جنو بروجكت المفروض يوفرنا جنو سيستم في النهاية. فجنو سيستم اللي هو جنو بروجكت اللي هو بده يعمل مينتيننس، بده يعمل ديفلوبمنت، وبده يعمل تطوير وتحسين على الجنو سيستم. لكن هم يعني زي عملوا ثورة مضادة، والثورة الأخيرة كانت بأنهم طلعوا موضوع أنه أوبن سورس. أوبن سورس مدامكم أنتم بتحكوا أنه أوبن سورس، أنتم بتحكوا عن كلوز سورس وممكن يكون فيه شيء، لكن هي عبارة عن التفاف حول الفري سوفتوير. فري سوفتوير الآن أنت بدك تتعلم، فأنت بتدخل على الجامعة بتدفع مصاري، بس تخرج من الجامعة بدك تبدأ المهنة تبعتك، بدك تدفع فلوس. لما تدفع هذول الفلوس بروح للشركة XYZ، هاي الشركة بصير عندها مصاري أكثر. بعدين أنت بدك تروح تطور مهاراتك وتأخذ كورسات، فأنت كمان بتدفع فلوس كمان للشركة هاي. بعدين بتروح تشتري كتب علشان تطور مهاراتك، علشان تقدر تخدم، علشان تلاقي شغل، عشان شركتك تتطور، فأنت كمان بتدفع فلوس. كل هاي الفلوس بتروح لمين؟ للشركة. وحتى لما تيجي هون، انت لما تيجي بدك تطور مهاراتك، مين بده يطور لك اياها؟ مدرب او معلم. فهذا الشخص كمان بده يشتري كتب، وبده يشتري اجهزه، وبده يشتري انظمه، وبده يشتري سوفت وير من الشركه هاي. فكل الناس وحتى شركتك، يعني الشركه نفسها اللي انت بتشتغل معاها، شركتك بدها تشتري النظام، بدها تشتري كمان سبورت كونتراكت، بدها تشتري السوفت وير، بدها تشتري مليون شغله. فانت بيجي بحكوا يعني ما بيقدروا يعني يرفعوا، مثلا بتلاقي حالك انه انت بتاخذ نفس الراتب مع تحسين بسيط عليه. ليش؟ لانه الشركه عندها مسؤوليات ثانيه كانت تدفع للشركه الرئيسيه عن النظام، عن الكونتراكت، عن السوفت وير، عن وهكذا. بيضلوا يشتروا اشياء كثيره من الشركه الرئيسيه، فهي الشركه بصير عندها ملايين، وحتى الموظفين اللي جوا هي الشركه بيضلوا محافظين على راتب معين ومحدود. شو اللي تغير لما اجى الفري سوفت وير؟ انه بدل ما انت تروح تشتري النظام، انت بتاخذ النظام وهو مجانا. لانه ليش؟ لانه جنو سيستمز او جنو سلاش لينوكس سيستمز هم عباره عن مجانا، لكن انت بتقدر تعمل دونيشن، تقدر تقدم يعني بضع دولارات بس علشان تحافظ على هذا النظام انه يظل مجانا، وعشان يطوروا لك هذا النظام يظلوا آمن ويظلك انت فري. بعدين كمان بتقدر يعني بدل ما انت تروح على اشخاص مثلا على هاي الشركة، اللي هي الشركة شو؟ مين اللي بيطور برامج الشركة؟ اللي هم ناس. بدل ما انت تروح تشتري من الشركة وتعطي مصاري للشركة، والشركة هاي تفتح لك نظام تدريب، لا، انت بتروح على الناس اللي كتبوا البرنامج او كتبوا الكود نفسه، تتعلم منهم نفسهم. كمان بدل ما انت تشتري نسخة جديدة من البرنامج، انت بتقدر تحصل على البرنامج، وهذول المصاري اللي انت بدك تدفعهم بدل هاي بتقدر طبعا تعمل تبرع يعني لهاي السوفت وير عن طريق يعني بتعمل دونيشن مثلا $50-$40 قد ما بدك. انت الشركة وعندك عدد كبير من المصاري، فبتقدر انت تتبرع. ليش؟ لانك حصلت عليهم مجانا. فهيك بهاي الطريقة بتقدر كمان توظف ناس اكثر. بهاي الطريقة بتقدر بدل ما تروح المصاري للشركة بتوظف ناس اكثر، وكمان بترفع مستوى الرواتب تبعونك، وكمان يعني امور كثيرة يعني. فانت هيك بدل ما يعني مثلا رئيس الشركة هاي يصير عنده مليارات ويروح يقعد على الشط ويصرف مصاري وكذا، بينما الناس اللي قاعدين بينتجوا هاي الكودات وهاي البرامج فعليا هم بحصلوا على كمية قليلة من الفلوس، انت هيك بتدعمهم علشان يكون عندهم عائلة، علشان يكون عندهم سيارة احسن، عشان يكون عندهم بيت احسن، عشان يكون عندهم امور كثيرة احسن. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.